السلام عليكم، صباح الخير. اهلا وسهلا. ايوه جينا المرسيدس يا جماعه الخير، مرسيدس اللي الكل كان يقول لي اسامه بدي اشتغل فيه، اسامه يلا. جاء الوقت يا جماعه الخير بسبب الكومنتات الكثيره. اسامه متى تبدا تجديد المرسيدس الثاني؟ خلني اخذ بكم فره ما عليكم الاشياء الموجوده، ولكن شوفوا شكله من هنا. طبعا هذا مختلف وهذا مختلف، هذا 320 وهذا 500، هذا 97 نصف فل، هذا فل كامل 98، ولكن تسجل في الاستمارة انه 96 لانه جاي من برا مستورد. ولكن هذا حوسته جماعة الخير، هذا مو طبيعي، هذا معدوم، يعني من سابع المستحيلات احس انه يشتغل، من سابع المستحيلات، والله العظيم من سابع المستحيلات انها تشتغل ذا السيارة. ليه؟ هذا يا جماعة الخير توقف بطريقة مختلفة عن هذا أرمى في الشارع، هذا توقف داخل البيت والرفع عن الأرض، فهذا حسة آكل. ولكن راح نبدأ فيه ونشوف إيش فيه. خلنا نفتح لكم كبوت تشوفونه بإذن الله. الحين وريتكم مفتاح، هذا مفتاحه، شوفوا كيف ملزق مربوط بمسمار عشان ما يضيع. طبعا لازم نروح من هناك عشان نفتح السيارة. تعالوا شوفوا يا جماعة الخير، هذا يمكن حقته 6 سلندر، فلف الراجع حق البنزين مو موجود، هذه ما ادري جابها هنا، المفك ما ادري جابها هنا، رانكم يشتغل او لا؟ اكتب لي رايك الحين في الكومنتات، هل ممكن يشتغل او لا؟ لكن قبل كل شيء خلينا نبدا نركب الكفرات او نغير الكفرات المتفقعة. طبعا هنا في كفر، هنا في كفر، هذا لا، هذا كفر واحد، وراح نفك من 500 بعض الكفرات عشان نركبها. خلنا نبدا نركب اللي وراه. جيب العفريته. طبعا مرسيدس يا جماعه الخير عندهم هذه تفتحها وتركب عفريتها، ولكن العفريته حقت السياره مو عندي، فراح نركب العفريته ذي. ساتر مسامير مليانة تراب، كل مسامير منحلة أصلاً. أوه مو راكبة زين، تصدقون راح منحلة كلها، تصدقون والله منحلة كلها. السيارة بيلها رفع الحين. شوف العفريتة وين دخلت يا جماعة الخير، دخلت هنا. طبعاً موضوع كذا خطير، ما ينفع إنك تدخل تحت السيارة أو تحط يدك تحت الكفر أو إلا لما تحط لك شيء يساعدك عشان ما ينزل على يدك، أمان يعني. بسم الله حطه هنا، لو نزل ينزل على وين؟ على هذه. المفروض انكم لحم، ولكن الجحوش عندي ناقصه. شوف شكل السياره كذا هو مرفوع. الحين نبدا نفك الكفر. المسمار الرابع هذا الخامس يا الربع، شوفوا كيف مايل، نحاول نطلع ما عليكم. من قطم تصدقون متاكل. نقول بسم الله. اوف والله عالي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب تعالوا نشوف تاريخ الكفرات عشان نعرف من متى واقف. والله ما لقيت عليها تاريخ، ما لقيت عليها تاريخ الربع، ولكن نشوف استبنتها 2017 18 19، والله ما ادري كم سنه، 7 سنوات ممكن، نفس ما قلت لكم 7 سنوات واقف. نبدا نركب الاستبنه الحين.
يا سلام، الحين نبغى ندخل العفريته ما قدرنا. ايه هذا يبغى له حفر، الحين نحفر هذا عشان نقدر ندخل العفريته نرفع فيه السياره عشان نبدل الكفر الثالث. راح نبدله بعد شوي. الحين باقي نطلع الكفر. جاي في طريقة اللي تحفر عشان يمكن الكفر الثاني ما يدخل، والفك العجل برضه. ثابتة والله. طيب بسم الله نفك الأول. خامس بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول والله. ما ادري وش ده، شكله قطو والله. ما ادري وش طلع لي تحت السياره. ما ادري وش ذا يعني. مرحبا ومسهلا يا جماعه الخير. واو، قسم بالله العظيم شيء متعب بشكل فظيع مره، ولكن يحتاج شغل. ثبت الله يسلمكم على نفس العفريته اللي كنا حاطينها ورا. بنطلع الحين، جبنا كفرين. فكرت قلت ما له داعي في كفرات مرسيدس، نشتري له كفرين ما في مشكله، ناخذ له كفرين ونحطها فيه، لانه هو الحين باقي لنا بس كفرين، اثنين اللي قدام. طبعا اسامه ليه قاعد الله يسلمك تغير الكفرات؟ لانه يا جماعه الخير بدون الكفرات ما راح يطلع السياره. مستحيل تطلع من التراب بشكل فظيع. من زمان واقفه هنا، من زمان منو ما سكننا في البيت وهي واقفه هنا. هذا وجبنا مغيره اقول لك كفرين باذن الواحد الاحد. هذا الكفر الاول، هذا الكفر الثاني. شوف كيف نشد من هنا، قاعدين نغير الحين. يا اخي ما شاء الله عليكم مرحمين. لا حقت شو اسمه، حقت الكفر نفسه حطينا نفس الصنبور. شوف كف كف يصرف. فكرة حلوة مرة. يمن يبهرك اختراعات. هذه في اللي سواها ذي؟ ها؟ ما شاء الله. كيف سويتها؟ لازم يدخل داخل. طيب ايوه، كيف ركبته صح؟ كيف ربطته؟ يا سلام صح؟ ما تخش. قصيته من ورا. اي والله كيف ركبته؟ شوف يا جماعه الخير، من هنا يمكن قاعد. ابو علي الو جاسم. باقي يا جماعه الخير اخر كفر، بعده نروح للبيت ونبدا نشتغل ان شاء الله الساعه 5 الفجر. السلام عليكم، صباح الخير يا جماعه الخير، كيف حالكم؟ طيبين؟ اليوم الثاني راح نرجع نكمل شغلنا امس ما امدانا، ولكن نبدا الان بالشغل الثاني. ممكن اليوم نقدر نسحب السياره ونشتغل عليها بشكل اكبر. ادري انا قلت لكم تحطون على اللايك والاشتراك ولا لا، ما ضغط على زر لايك، انزل تحت الحين نضغط على اللايك، وصل على الحبيب وعلى شرف الخلق نبينا محمد عليه افضل الصلاه وتم التسليم. طيب امس يا جماعه الخير ركبنا، شرينا كفرين اللي شفتونه، ممكن هذا الكفر الاول، في الكفر الثاني موجود هنا في الشنطه. راح نبدا نركب اللي هنا، ولكن تدرون وين المشكله الكبرى؟ ترى المشكله الكبرى مو في ذا الجهه، لا شوفوا الجهه هذه كيف ضيقه يا جماعه الخير، شوفوا ضيقه. ما ادري كيف راح اقدر ارفع السياره واركب الكفر هنا. زيد على كذا شوف كفر شوف شبك العنكبوت، شوف العنكبوت هنا بنا الوضع عنده، وقاعد شوف هنا شبك ثاني، شبك عنكبوت في السياره. الله يعيننا والله يعيننا والله. ما ادري هل راح يشتغل او لا، ولكن ان شاء الله يشتغل. والله بالحياة يا جماعة الخير، يا اخي الوان الجوال غريبة يا اخي، كذا مطلع وجهي كنا اسمر. ثواني خلنا نرفع عليه كذا. اوكي، لا اله الا الله، يشتغل ولا ما يشتغل يا جماعة الخير؟ حد الان انا متفائل شوي، نص تفاؤل والله، مو تفاؤل كبير.
لكن نستفاد ان شاء الله نشتغل باذن الله. تيمي رهينه مفتاح عشان ما يضيع. بسم الله الرحمن الرحيم. اخ لا طبعا هذه العفريته اللي امس كنا حاطينها سبير لازم نرفع السياره بالعفريته الحمراء عشان يا جماعه الخير ذي ترى على ابو جريف. اللي ما يعرف ايش معناها على ابو جريف يعني ممكن شوي يوطيها. بسم الله الرحمن الرحيم نتوسخ من جديد. وانا اقول بسم الله الرحمن الرحيم كنا اقول سعاده جديد. يلا ان شاء الله. بعد الخير يا بسم الله. بسم الله بسم الله. ما ادري يركب ما يركب اتوقع ما يركب صدقون. لا والله يبغى له رفع شوي ما يركب يا جماعه الخير. لكن قبل ما ننزلها هنفر هذه ننزل هذه شوي نجيب ذا اللوح بسم الله عشان يوحد الضغط. ان شاء الله ان اللوح يمسك ما يهج. انكسر اللوح. تحمل شوي بس. شوي شوي تكفى. شوي. يا سلام ان شاء الله ان شاء الله يا جماعة الخير ركبوا بسرعة. النجمة كيف طريقتها؟ مثلا ربطنا هنا نقول كذا 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 هنا هنا الحين. طبعا طريقة يا جماعة الخير هذه نركبها. طيب عشان نشده لو نزل الكفر ركبه بالطريقة ها أو شيء نسحب هذه ننزل السيارة شوي شوي بس لما يمسك الكفر على مسك الكفر على الحين نجي نفك العجل. خلصنا يا جماعة الخير شوفوا كيف انكسر. بعد تحمل والله شوفوا كيف صار شكله الحين صار معتدل وقفته معتدلة. باقي لنا بس الحين الكفر الأخير اللي هنا شيل بلك بس اللي هنا نرفعه برضه. اتوقع انه بيطيح صدقون. اي والله في العفريت بنرفع شوي بس اذا طاح شكرا على الله. حلقة العفريت عندنا مشكلة يا جماعة خير هنا مرة مرة طولت تمام اللي هي وش هي ان الجنط في جنط عريض في جنط سخيف والمسامير هذه حقت الجنط السخيف فهذه بس المشكلة الوحيدة. فراح ايش نسوي؟ راح ننزل السيارة يا جماعة خير على بلكة وبعده راح نفك جنط من المرسيدس الثاني اللي هناك واقف. فكان هذا يا جماعة خير وديناه عند السيارة الجهة الثانية. نبدأ الآن نركبه بإذن الله ويركب. على كذا خلصنا يا جماعة الخير. طبعا يا جماعة الخير مرسيدس الثاني راح نثبته بالجحش هذا بس. لين بعدين طبعا. طيب يا جماعة الخير الحين مهمتنا الثانية راح تكون الله يسلمكم نفتح الباب بعد ما نفتح الباب نفك الجنط عشان نجيب سيارة ونسحب المرسيدس من المكان هذا. بسم الله يا الله جنط كنا ما في جنط والله اي والله انه ما في جنط.
الله يديك، ولكن خل نجرب نركب السيارة. والله مو موجود الجرنط. شوفوا بيتحرك بالسيارة ولا لا، نشوفه مربوط او لا. طيب يا جماعة خير، راح نجرب الحين نسحبه نشوف هل هو مربوط الجرنط او لا. بنجرب يا جماعة الخير الحين آخر مرة، لأن هذا نفسه انقطع. بنجرب الحين مرة ثانية.